بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا الخبر المحزن شيئا ما والمفرح في نفس الوقت، طبعا كما نعرف بأن الصين تبنت منذ زمن سياسة الطفل الوحيد، وفي خضم هذه السياسة برزت إلى السطح ظاهرة اختطاف الأبناء الذكور منهم خصوصا، ثم أصبحت تروج هناك سوق سوداء لبيع الأطفال. إذن طبعا عندنا هنا هذا الأب الذي نرى، الأب الذي نرى على الصورة اختطف ابنه منذ وقتين. هذا الأب طبعا استقال ثم أخذ مبادرة البحث عن ابنه وركب الدراجة ليبحث عن ابنه عبر آلاف الكيلومترات في كل الصين بحثا عن ابنه، ولم يلتقي به إلا بعد 24 سنة. إذن كما نلاحظ عندنا الشين il retrouve son fils 24 ans après son enlèvement. 24 ans après son enlèvement. 24 سنة après son enlèvement بعد اختطافه. l'enlèvement مقصود به اختطاف، ومن فعل enlever، le verbe enlever يعني فعل اختطف. un chinois a retrouvé son fils kidnappé enfant. صيني a retrouvé يعني انه وجد son fils ابنه kidnappé enfant كما نقول enlever enfant يعني انه مختطف طفلا، الابن الذي وجده طبعا اختطف طفلا après une recherche de 24 ans. اذا هو وجده بعد بحث لـ 24 سنة بعد بحث دام 24 سنة. après une recherche de 24 ans بعد بحث 24 سنة qu'il a vu parcourir التي كما نقول رأت هذا السيد parcourir يجتاز des milliers de kilomètres الآلاف من الكيلومترات à moto على الدراجة à travers la Chine. à travers la Chine عبر الصين. طبعا هذه العبارة تقال هكذا à travers يعني عبر، à travers la mer عبر البحر، à travers la Chine عبر الصين. ont annoncé mardi les autorités أعلنت يوم الثلاثاء السلطات، أعلنت الثلاثاء السلطات يعني أن الخبر كان يوم الثلاثاء من طرف السلطات هي التي أعلنت الخبر. لوفيس دو غوغانتون الطفل يسمى هكذا اتي اجي دا بين دو زون، اتي اجي كان دو سين دا بين يعني يكاد، دا بين يكاد، اتي دا بين دو زون اي سينك موا يعني كان دو سنين تكاد تصل الى عامين وخمسة اشهر. لوغ دو سون انليفمون لوغ اثناء دو سون انليفمون لاختطافه يعني اثناء اختطافه دوفون دوميسيل فاميليال امام الاقامة العائلية، المقصود هنا امام السكن العائلي دون لا بروفانس دي شاردون في اقليم شاردون اليست، اليست يعني في الشرق، شرق اقليم شاردون دون لا بروفانس دي شاردون اليست، اذا في اقليم شاردون اليست يعني في الشرق. alors qu'il jouait في حين كان يلعب، alors qu'il jouait sans surveillance في حين كان يلعب بدون مراقبة، في حين كان يلعب بدون مراقبة. ses ravisseurs l'avaient vendu اذا طبعا مختطفيه باعوه à une famille باعوه الى عائلة. a raconté ce mardi le ministère chinois de la sécurité publique dans un communiqué. a raconté ce mardi le ministère chinois de la sécurité publique dans un communiqué. إذن a raconté حكت، طبعا نتكلم على الverb raconté في الباسي كومبوزي، طبعا a raconté أنه حكى أو أنها حكت ce mardi هذا الثلاثاء le ministère، طبعا نتكلم على الوزارة هنا لا نتكلم عن le ministre يعني الوزير أو la ministre الوزيرة، بل نتكلم هنا عن le ministère الوزارة. a raconté ce mardi le ministère chinois
إذا حكت هذا الثلاثاء الوزارة الصينية دولا سيكوريتي بيبليك للأمن العمومي كما نقول دولا سيكوريتي بيبليك للأمن العام دون زان كومونيكي في تصريح لو ترافيك دونفون أبروسبيري أون شين دون ليزاني 1980 et pendant quelques décennies dans la foulée de l'application de la politique dite de l'enfant unique. Eden, le trafic d'enfants a prospéré en Chine. Le trafic d'enfants, Eden, qui est un tijara muharrama lil atfal, a prospéré. Annaha izdaharat. Taban, qui est le verbe prospérer, yani izdahara. A prospéré en Chine, anna izdaharat fi Sin, dans les années 1980, fi sanawat 1980, et pendant وأثناء quelques décennies وأثناء بعض العقود وأثناء بعض العقود العقد هو 10 سنوات إذا طبعا أثناء 1980 ودام هذا الأمر لعشرات السنوات dans la folie de l'application de la politique dite de l'enfant unique dans la folie هذه المقصود بها à la suite dans la folie كما لو نقول à la suite أو بمعنى آخر immédiatement après يعني مباشرة بعد لاحظ هنا طبعا كما قلنا قبلا le trafic d'enfants a prospéré en Chine dans les années 1980 et pendant quelques décennies dans la folie de l'application de la politique dite de l'enfant unique. Tijara al-muharrama lil-atfal, anna zdaharat fi Sin dans les années 1980, fi sanawat 1980 et pendant quelques décennies. Wa atna'a bid'at 'asharat sanawat. Dans la foulée, yani kama naqul mubasharatan ba'da mada? Dans l'application de la politique dite يعني مباشرة بعد تطبيق لابليكاسيون يعني تطبيق البرامج المعروفة على الهاتف مثلا أو على الحاسوب نتكلم عن تطبيق الأفعال نتكلم هنا عن تطبيق الأفعال إذا نتكلم أحيانا على الفيرب أبليكي يعني أنك تطبق ما تقوله أو ما تفكر فيه إذا نتكلم على الفيرب أبليكي قلنا الفيرب نتكلم هنا على الفيرب أبليكي ومنها لابليكاسيون يعني التطبيق إذن هناك قانون سيطبق dans la foulée de l'application de la politique dite مباشرة بعد تطبيق la politique dite السياسة المسمات de l'enfant unique التي تسمى سياسة الطفل الوحيد la préférence traditionnelle pour les fils couplée aux limitations de naissance la préférence كما نتكلم عن تفضيل traditionnel la préférence traditionnelle et de نتكلم هنا عن تفضيل او اثر او اختيار traditionnel عرفي يعني ان الناس متعارفين عليه الناس مولفين واحد الحاجه la préférence traditionnelle اذا هاد التفضيل هو موروث من اب لاب اذا نتكلم عن تفضيل موروث من الاجداد كما نقول pour les fils للاطفال إذن هم يفضلون الأطفال كوبلي أو ليميتاسيون دي نيسونس كوبلي كما نقول مزوج يعني أنه يضاف له كوبلي كما نقول مزوج أو مزدوج ب أو مضاف له بمعنى آخر أو ليميتاسيون دي نيسونس يعني بتحديد الولادة بتحديد الولادات الناس في الصين الصينيون يفضلون منذ وقت بعيد الأطفال وعندما طبقت عليهم سياسة تحديد الولادات malheureusement accentué إذن هذا الأمر malheureusement هو لسوء الحظ accentué كما نقول أنه سرع من malheureusement accentué أنه لسوء الحظ سرع هنا عندنا في الأصل accentué أنه سرع عندنا لو فيرب accentué مصرف الباسي كومبوزي هذه مالوغوزمون أضفناها فقط للتعبير عن الشعور مالوغوزمون أكسونتي لسوء الحظ سرعت إذا نتكلم عن
أمرين هنا. الأمر الأول أن الصينيون يختارون منذ وقت بعيد الطفل، يختارون الطفل، يفضلون الطفل. وعندما أتت سياسة تحديد النسل، هذا الأمر طبعا لسوء الحظ سرع ماذا؟ أكسنتيي لي زون ليفمون دي غارسون، لي زون ليفمون دي غارسون، أنه سرع من اختطاف الأطفال، اختطاف الأطفال، سرع من اختطاف الأطفال. فوندي أنسويت أدي كوبل ديزيرون أن إيريتي مال، فوندي أنسويت أدي كوبل ديزيرون أن إيريتي مال. فوندي طبعا نتكلم هنا على فيرب فوندر، فوندي يعني أنهم يباعون، يباعون مباعون كما لو نقول، يعني أنهم تتباعوا بمعنى آخر. أنسويت بعد هذا أدي كوبل ديزيرون أن إيريتي مال، يعني هاد الأطفال يباعون لأزواج، أدي كوبل يباعون لأزواج، ديزيرون لو فيرب ديزيري، لو فيرب ديزيري المقصود به رغبة، ومنها لو ديزير يعني الرغبة، ديزيرون راغبين أن إيريتي مال، أن إيريتي مال يعني وريت، وريت ذكر، وريت ذكر، يريدون طفلا يريتهم ويكون هذا الطفل ذكرا، ويكون الطفل ذكرا. فوندي أنسويت كما نقول أنهم يباعون، طبعا عندنا هنا فوندي كما نلاحظ أنها متبوعة بأس، هذا يعني بأننا نتكلم على الأطفال أنهم يباعون، ولا نتكلم عن طفل واحد، ولا نتكلم عن طفل في المفرد. فوندي أنسويت يباعون بعد هذا أدي كوبل ديزيرون أن إيريتي مال، يباعون إلى زوج ديزيرون راغبين أن إيريتي مال وريت ذكر. أبخي أن تيست ADN، بعد اختبار ADN لا بوليس أفي أنونسي أغو غانكتون، أبخي أن تيست ADN لا بوليس أفي أنونسي أغو غانكتون كان أنسينيون دو 26 ans habitant dans la province du Henan était bien son fils disparu. الشرطة أعلنت، لا بوليس أفي أنونسي، الشرطة أن أعلنت أغو غانكتون لهذا السيد كان أنسينيون دو 26 ans بأن هناك مدرس دو 26 سنة أبيطون دون لا بروفانس دو هينو، يعني أنه يسكن إقليم هينو، يسكن إقليم هينو. إطيبيا سون فيز ديسباغي، هو بشكل مؤكد ابنه المختفي. لي روتخوفاي أون تيتي أورغانيزي سو ديمونش، إذا نتكلم عن لي روتخوفاي، طبعا تأتي هذه الكلمة هكذا المقصود بها لم الشمل، لي روتخوفاي المقصود بها لم الشمل. أونت تي أورغانيزي، أونت تي أورغانيزي يعني أنها نظمت، إذا نتكلم عن مراسم لم الشمل أنها نظمت سو ديمونش هذا الأحد سولون لو مينيستير حسب الوزارة. لا تيليفزيون بيبليك سي سي تي في التلفزة العمومية سي سي تي في أمونتخي ماردي دي زيماج دو بير بلوران، دي زيماج دو بير بلوران dans ses mains et de la mère en sanglots, entraînant leur fils retrouvé. Entraînant leur fils retrouvé. التلفزة العامة CCTV a montré mardi des images أنها أظهرت يوم الثلاثاء صورا du père pleurant للأب يبكي أو للأبي باكيا dans ses mains بين يديه بمعنى آخر et de la mère en sanglots et de la mère en sanglots والأم تتنهد أو للأم في تنهد. أظهرت صورا أيضا للأم في تنهد. اتخينو، اتخينو لوغ فيس غوتخوفي، طبعا هنا عندنا لو فيرب اتخيندغ، اتخيندغ يعني ضم إلى صدره احتضن إلى غير ذلك. الصور كانت للأب والأم محتضنين، اتخينيو، اتخينيو لوغ فيس غوتخوفي، محتضنين ابنهما الموجود. تو سو كي فيان ديزورمي، كل الذي يأتي من الآن فصاعدا، طبعا ديزورمي المقصود بها من الآن فصاعدا، هناك كلمة مماثلة لها، هناك كلمة تشبهها هي دوغينافون. إذا تو سو كي فيان ديزورمي، تو سو كي فيان ديزورمي، كل الذي يأتي من الآن فصاعدا، سوني بلو كو دي بونور، سوني بلو كو دي بونور، ليس إلا من السعادة. كل الذي سيأتي فيما بعد لن يكون
إلا سعيدا بمعنى آخر. أديكلاري كوغانتون صرح هذا الشخص dans une vidéo diffusée par l'agence de presse China News Service. إذن كما صرحت هذه الجهة طبعا الإعلامية. Âgé de 27 ans, إذن عندما كانت عنده 27 عاما lors de la disparition de son fils وأثناء اختفاء ابنه, le père avait démissionné. الأب استقال من عمله. طبعا نتكلم عن le verbe démissionner. Le verbe démissionner هذا فعل استقالة, ومنها la démission إلى الاستقالة. Le père avait démissionné, يعني أن الأب استقال. Afin de sillonner le pays à moto, afin de sillonner le pays à moto, من أجل أن يجوب البلد à moto, على دراجة. Sur laquelle de grands drapeaux, التي عليها علمين كبيرين. Sur laquelle de grands drapeaux, avec la photo de son fils avait été attaché. Sur laquelle de grands drapeaux, avec la photo de son fils avait été attaché. التي عليها, نتكلم عن الدراجة, de grands drapeaux, علمين كبيرين, avec la photo, مع الصورة, de son fils, مع صورة ابنه, avait été attaché, أنها مربوطة. Il a parcouru plus de 500 000 kilomètres. Il a parcouru plus de 500 000 kilomètres. هو قطع أكثر من 500 ألف كيلومتر à travers la Chine, عبر الصين, en étant parfois contraint, التي يكون فيها أحيانا مجبرا, en étant parfois contraint, en étant parfois contraint, التي يكون فيها أحيانا مجبرا de dormir sous des ponts, التي يكون فيها أحيانا مجبرا على النوم تحت القناطر, en étant parfois contraint, التي يكون فيها أحيانا مجبرا de dormir sous des ponts, على أن ينام تحت قناطر, أو دومونديي, أو أن يشحت, أو أن يشحت, يطلب الناس المال والمساعدة إلى غير ذلك. أن بيغيبل, رحلة سياحية أو رحلة بحرية. المقصود به هنا نتكلم عن رحلة فقط, نتكلم عن رحلة هذا الشخص بحثا عن طفله. أن بيغيبل, إذا نتكلم عن رحلة كيلوي أفي مين فالي, التي كما نقول أنها تستحق. دانسبيغي un film, d'inspirer un film, تستحق أن تلهم فيلما, أن تلهم فيلما, طبعا هي مغامرة في الحقيقة. تستحق أن تلهم فيلما, المقصود أن تلهم أشخاصا مختصين في هذا الميدان لكي يحيكوا على أساسها فيلما. طبعا الكلام كما نلاحظ لازال مستمرا, سيحكي عن تفاعل طبعا نشاط التواصل إلى غير ذلك, ثم ردود الأفعال الأشخاص. لكن وأنا أقرأ هذه القصة تذكرت شيئا يحدث بالصين, وهو اختطاف أبناء المسلمين صغارا ثم تربيتهم بعيدا عن والديهم, ثم محاصرة مجموعة من المسلمين بكل أنواع الحصار طبعا كما تصرح بذلك وسائل الإعلام, وشهادات حية من السكان الأصليين هناك ومن غيرهم ممن يزورون المنطقة إلى غير ذلك. الاختطاف مرفوض إنسانيا, منطقيا, وأخلاقيا, وقانونيا إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر, حياكم الله, وإلى لقاء قادم بإذن الله.